شوفوا ما بيعمل. صحيح عصير بس شوفوا شو بيعمل. شوفوا هلا فنجي. شوفوا شو بيعمل. عاد يا سوسو عاد. هلا فنجي. ليك مين عم يحكي؟ ديك ديك ديك. بونسوار. أنا يا هلا. أنا رح أخبركم عن مرتي. أول ما تجوزنا كانت مرتي مثل ما قلت لكم هذيك المرة كانت كتير 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 حلوة. كانت تشبه نجلاء فتحي. هلا بعد جمعتين فلت نجلاء وبقي فتحي. يعني عم تتخيلوا انتوا انه واحد عايش كل عمره مع فتحي 20 سنة. 20 سنة مع فتحي. هلا مرتي كانت ضعيفة قبل ما نتجوز. بعد ما تجوزنا نفشت. نصحت صار وزنها تقريبا شي 150 كيلو. هلا اني عشو نفشت النفشة والله ما بعرف، هو على البيكن باودر، هو علقها الحمار، بعرف صار وزنها 150 كيلو. صارت والله مبرومي برم هيك، يعني بحس بعد ناقصها نوفيرة وعلم اللبناني بتصير رمبوان صالومي. هديك اليوم شوف الدركة واقف حدها وعم يعمل بايده هيك ماشي، عم بمشي السير. هذيك اليوم اشتريت فستان، اجت لعندي قالت لي ريمون شوف لي هالفستان حلو، برمت حواليها برمتين هيك صرفت تنكة بنزين. قلت لها عن جد ريمون بلا سؤالة. قمت انا رجعت برمت هيك عضلت احترق سلافي. قالت لي بس عن جد شرفك، من بيلبق لي الاسود؟ قلت لها بدك للدغري، بيلبق لك لون الجري اكثر. قالت لي ليش؟ قلت لها لون الفيل الاصلي. هلا مرتي كتير شاطرة وكتير ذكية وبتفهم بكل شيء، يعني ماني مضطر افتح جوجل وفتش لأني بتفهم بكل شيء، وشاطرة بالأمثال. منين بتصير تجيبكم ربك علي منين بتصير تجيبهم؟ يعني أنا مثل كل الناس بلبنان عنا اشتراك بالبيت، يعني أنا واحد منهم عامل اشتراك بشي 10 أمبير، ب 10 أمبير بتضوي البيت كله سوا، بس نحن لأنه على الاشتراك بنضوي لمبة وحدة بالبيت. هذيك اليوم جيت على البيت هيك وضويت الطرية ضوت دغري، سفقتني مثل على كعبة، يضوي عليك برحمته ويشخ عليك بزحمته. هلا يضوي علي فهمنا، بس ليه بده يبش علي؟ يعني عم تخيلوا ربنا وبش نازل فيها هيك ريمون، ما بيشخ على اصبع مجروح، اجرحي اصبعك وشوفي. في هيدا المثل بتقتلني فيه، هيدا بتجيبني جورة، بتطلع فيي هيك من السنتور وبالنازل وبتقلي اللي ما عنده كبير يجيب كبير. انه شو بعمل لك؟ ما الله العاطي، يعني ما في اكبر من هيك. الله الاخي هو كان عطيك بس اخذ منك. انا اصلا شو كان الي بالجيزة، كنت انا اصلا عايش عند امي مبسوط، بعدها لليوم بتعيط لي رورو، راح رورو اجا رورو. امي من هدول النسوان الكبار، الله يخليك اميات كل الناس يعني، بس من الاميات اللي بحطوا صور قديسين وين ما كان بتلزق على الحيطان، كل شيء في صور قديسين ملزقتهم على الحيطان، كل شيء في برمه هيك من ورا يلا ملزقه، بيكون ملزقه، كل شيء بودا كله حاطته. هلا انا ربيت بنفس الاوضه انا وخيي، هو على مالة يمين انا على مالة شمال، هو حاطط له صوره مارلياس سلام لاسمه، انا حاطط لي صوره قديس كيوت كثير مهضوم هيك في كلب رعيان وخواريف وحمامه هيك على كتفه. بس كبرت نتف صغيرة قلت لماما شو اسمه هيدا القديس؟ قالت لي مرشا الليطة. بس صار عمري بال 17 قلت لماما شفيع شو هيدا؟ قالت لي شفيع الحيوانات. يا محلى مرتي. رح خبركم شيء عن المجوزين هدول ما بيتخبروا، بس انا رح خبركم اياهم. بليز خبرنا، بليز خبرنا. بعضه اعزب. بيبقى الواحد المجوز عم بيمارس رجوليته مع مرته وعم بيكدوا العرق ومدري شو ايه ويلا وعم شغلها على الاخر، قبل ما شو اسمه هيك بتفتح عيونها بتقول له حطيت لها 5000 ليره لبنتك بالشنطه؟ انه حكرت معك هلا ليه؟ تجي لك كفي الشوديير بعده داير، مية الصغر طريطة، ببطل في شيء واقف الا عواميد الذوق. هلا طبيعي بتقوم من التخت هيك مزلط وفايت على التواليت تلقلق تلقلق.
كيف كيف تسمع تسمعك سؤال وين رايح؟ انه وين معقول يكون رايح يعني؟ رايح اعمل زياره بالمنطقه وراجع يعني، فايت على التواليت. ايه بس ما تتاخر. شفت واقف على الدبكه انا يا عمي؟ انا صار لي 20 سنه عفرت سحبه مجوز. اول ما تجوزنا كتر خير الله اعطانا الله بنت خلقها كامله نعمه زايده. رجع اجينا بنت ثانيه كمان كتر خير الله خلقها كامله نعمه زايده. رجعت امي اجت عاشت عنا كمان كتر خير الله خلقها كامله نعمه زايده. هلا اني عن امي وبناتي برت الجيب خبركم. لا لا